في ولد صغير بيتعرض لمضايقات الشباب اللي اكبر منه في السن، وعشان كده الولد ده قرر يتعلم الملاكمة وهو عمره 7 سنين. الولد ده هو الملاكم اليمني نسيم حميد، اللي قدر خلال فترة صغيرة يبقى واحد من اهم الملاكمين في العالم ويحقق ارقام قياسية صعب كسرها. نسيم زي ما نجمه كان في السماء، لدرجة انه كان بيهزم خصومه وهو بيرقص في الحلبة، اختفى عن الساحة الرياضية وسلم المجد والبطولات لسبب مجهول. ولما رجع اتفاجئنا بواحد تاني خالص، جسمه ضخم ووزنه زائد. تعالوا بينا نقول لكم حكاية اسطورة الملاكم نسيم حميد وايه سبب اختفائه واعتزاله الملاكمة. الملاكم اليمني نسيم حميد قرر فجأة يختفي عن الملاكمة بعد خسارته لأول مباراة في حياته، ورغم انه كسب مباراة بعدها الا انه اختفى بدون سبب واضح. وفي 2006 كان راكب نسيم سيارته وخبط احد المارة في احدى ضواحي انجلترا، واتحكم عليه بالحبس 15 شهر، ودي كانت بداية النهاية للملاكم الاسطورة. نسيم نسي نفسه وساب نفسه للاكل بشراهة، وكمان ما بقاش يتمرن زي الاول، وده خلاه يتحول لانسان تاني خالص غير البطل اللي الناس كلها حبته. اتحول من انسان بيلعب في وزن الريشة لوزن الفيل، وتحول جسمه الرشيق لجسم انسان وزنه زائد وضخم وعضلاته مترهلة في صورة دهون. نسيم حميد اتولد في بريطانيا سنة 74 لعيلة يمنية مهاجرة في المحافظة البيضاء. والده حب انه يعتمد على نفسه ويبقى قوي، فقرر يواجه اهتمامات ابنه ناحية الملاكمة من هو عنده 7 سنين، وبدأ يتعلم الملاكمة ولعب أول مباراة ليه سنة 92، وبعدها بكام سنة حقق بطولة العالم للملاكمة وأطلقوا عليه لقب الأمير أو البرنس. نسيم لعب 36 مباراة، 31 منهم فاز بالضربة القاضية، وده في حد ذاته رقم كبير وإنجاز تاريخي وعالمي في ملاكمة المحترفين، وأربعة فاز فيهم بقرار الحكام، وخسر مرة واحدة بس في قرار للحكام وصفوا المشجعين بأنه قرار ظالم لنسيم وأنه كان يستحق يفوز. مباريات نسيم حميد كلها ليها أرقام قياسية في نسب المشاهدة والمبيعات في أمريكا، والمباراة الوحيدة اللي خسرها واحدة من أكتر المباريات مبيعاً في تاريخ المصارعة الحرة. سبب شهرة نسيم مش بس إنجازاته وسجله الأسطوري اللي مليان بطولات، لكن كمان أسلوبه اللي وصفه كتير من الملاكمين والمشجعين بأنه غريب وزي اللغز. يعني مثلا على عكس كل الملاكمين، نسيم ما كانش بيحمي وشه بإيديه زي باقي الملاكمين، كان بيسيبهم جنب جسمه، والحركة دي كانت بتستفز كل منافسيه، لأنه رغم أن وشه كان مكشوف لكن محدش قدر يوجه الضربة عليه. كان سهل بالنسبة له أنه يتفادى أي ضربة في اتجاه وشه لأن حركته سريعة جدا وبيقدر يحمي نفسه من غير ما يغطي وشه بإيديه. نسيم قدر يلفت أنظار المجتمع الأمريكي كله، وكان ليه جماهيرية وشعبية محدش يتخيلها، وكل الناس كانوا بيحبوا يتفرجوا على مبارياته، وفي ناس كانت بتحب تحضر مخصوص عشان تتفرج على دخلته الحلبة اللي وصفها ناس كتير بأنها ممتعة ومسلية. وكان بيدخل الحلبة بكذا طريقة، مرة هو بيرقص، مرة على بساط سحري زي علاء الدين، وكان في معظم مبارياته بيعمل حركات او يلبس حاجات بترمز لعروبته. ومش بس اتشهر برقصه بره الحلبة، لا ده كمان كان بيرقص جوه الحلبة ووقت ما المباراة بتكون في اكتر لحظة حماسية وحاسمة، زي مباراة من المباريات كانت فيها لقطة من اشهر اللقطات في تاريخ الملاكمة. سنة 95 جات له فرصة للمنافسة على بطولة العالم قدام الملاكم ساف روبنسون. 8 جولات قدر نسيم انه يسيطر على المباراة ويهزم ستاف بشكل حماسي. في الجولة الثامنة استفز ستاف وساب له وشه مكشوف تماما بدون اي حماية، وقرب منه ومع ذلك ستاف ما قدرش يوجه له لكمة عليه. المباراة دي تعتبر اسوأ هزيمة في تاريخ الملاكم ستاف روبنسون. وفي اخر 97 كان التحدي الاكبر لنسيم على بطولة العالم قدام مصارع امريكي شهير. وقتها كان المصارع ده كان تاريخ مبارياته عبارة عن 47 مباراة ما خسرش منهم غير مباراة واحدة بس. في المباراة دي قدر انه يوجه لكمة لنسيم ووقعه على الارض، وفي الجولة الثانية اتكرر نفس المشهد. ورغم ان الجمهور اعتقد ان المباراة دي هتكون هزيمة ساحقة في تاريخ نسيم، لكن المباراة انقلبت لصالح نسيم في الجولة الثالثة والرابعة وهزم كيفن وبقت دي الهزيمة الثانية في تاريخه، وحافظ نسيم على لقب بطولة العالم. الخسارة الوحيدة في تاريخ نسيم كانت سنة 2001 بقرار الحكام، كانت قدام الملاكم المكسيكي ماركو أنطونيو، والمباراة انتهت من غير ما يقع حد فيهم بضربة قاضية، لكن قرار الحكام كان في صالح المكسيكي. بعدها لعب نسيم مباراة واحدة وفاز فيها، لكنه قرر يعتزل الملاكمة بشكل نهائي، وده بسبب تعرضه لإصابات كتير، وكان وقتها الملاكم الأعلى أجرا في أمريكا والعالم كله، وثروته كانت أكتر من 50 مليون دولار وقتها. قدوة نسيم
الأسطورة البطل محمد علي، وكون صداقة معاه، وصرح محمد أكتر من مرة إنه بيشوف نفسه في نسيم. أما عن حياته العاطفية، اتجوز نسيم مرة واحدة سنة 98 من سيدة بريطانية بعد علاقة حب جمعتهم، وعنده منها ولدين سامي حامد وآدم حامد، واللي اتعلموا مهارات الملاكمة في نفس المكان اللي كان بيتدرب فيه نسيم. وحاليا آدم نسيم حميد عنده 23 سنة، وبقى من أشهر الملاكمين الشباب، وبيحيي تاريخه والده وبطولاته. قولوا لنا في التعليقات إيه هو سبب اختفاء نسيم حميد الحقيقي، وهل تتوقعوا ابنه يمشي على نفس النهج؟